جينا الفقرة حق الجماهير، الجمهور بيسأل وانت هتجاوب عليه قبل ما يطول الفترة الأخيرة. انت مين؟ جاهز معنا بقى الأسئلة؟ في ناس عايزة تسألك بقى. خش على الصعب بقى. مش على الصعب ولا حاجة، احنا برنامجنا سهل قوي. ماشي. اتفضل يا أحمد. اتعرض على حضرتك تدرب النادي الأهلي قبل كده كذا مرة، ما حاولتش ليه وما دربتهمش ليه؟ اتعرض. اتعرض عليك انك تدرب النادي الأهلي. وانت قلت لا مش هدرب. لا انا عمري ما قلت لا. طب ايه اللي حصل كده؟ لا انا مره واحده انا فاكر يعني في 2001 كنا في معسكر في رومانيا، النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي، وكان مدير الكوره كان الكابتن طارق، والكابتن طارق سالني ساعتها في قاعده كده، فقال لي انت مش ناوي ترجع بيتك؟ فقلت له يا كابتن طارق انا تحت امر بيتي بس في الوقت المناسب، فاللي احنا عايزينك. فقلت له انا دلوقتي مدرب الاسماعيلي، انا مش مدربين اللي انا افسخ واروح نادي. بعد نهايه العقد بتاعي انا تحت امرك. اللي بعده. احب اقول له ليه بطلت كوره قبل كابتن مصطفى عبده. يلا يا عم ابسط. ما احنا جاوبنا وقلنا كتير فيها. انا بطلت لانه انا كان عندي اصابه وكان عندي طموح وكان عندي تخطيط ان انا اوصل لمجالي في التدريب بدري عشان اعمل اسم بدري. اللي بعده. عجور سؤال، قال له رايك في نادي الاسماعيلي؟ بقول لك ايه رايك في نادي الاسماعيلي؟ انا حزين جدا، حزين وقلق على جداً. نادي الاسماعيلي ويعني لو صحيا كنت اقدر ارجع المجال كنت رجعت دربت الاسماعيلي ثاني. طيب اللي بعده. تقييمك لكابتن مصطفى عبده كلاعب وكمحلل؟ ده انت مش انا. طيب. مصطفى عبده هو اللي خلص عليا. لو كان طلع يومها زي ما قالوا له اطلع بعد 10 دقايق كان زماني لسه في الملعب لغايه دلوقتي. خلصنا من فقره حق الجماهير، اظن حاجه بسيطه اهي بتسالت لك. هنخش على فقره انت مين؟ محسن صالح انت مين؟ اسم ايه؟ بالكامل. انا اسمي محسن محمد صالح حمدان. حمدان. عرفنا على اسرتك. انا اب لست بنات. ربنا يخليهم لك يا رب. حصل على ده ليه ثلاثه بيخش الجنه. طيب انا ممكن اخدك معايا. تخش جنتين. ممكن اخدك معايا. انا عندي بنتين الحمد لله. خش برضو الجنه كويس. نلحق حاجه. انا حصل على بكالوريوس تربيه رياضيه. نعم. وحصل على دورات تدريبيه. عملت في مجال التدريب حوالي 30 سنه. عملت في مجال النقد الرياضي في بداياتي، كنت بكتب في مجلة الأهلي وكان ليا صفحة ثابتة في مجلة آخر ساعة. بكتب أعتقد كويس بطريقة يعني اللغة مساعداك. وفي نفس الوقت يعني عندي مشاركات في تويتر، عندي أصدقاء كتير جدا في تويتر بيخشوا بنتناقش مع بعض وبيعجبهم آرائي. مجال التدريب يعني اعتزلت نتيجة مرض، ما كنتش قادر يعني صحيا ما عادش ينفع ان انا اتحط تحت ضغوط. اشتغلت بعد كده في مجال التحليل الرياضي في معظم القنوات اللي كانت موجوده واخرها قنوات ابو ظبي الرياضيه حوالي 7 سنوات. ثم عدت الى القاهره وعرض عليا الكابتن محمود الخطيب ان انا امسك لجنه التخطيط، فطبعا يعني مش عايزين نقول انه ان احنا بنفكر، لا ده امر، ده واجب ودين علينا كلنا. اخر مره كلمت فيها كابتن الخطيب امتى؟ الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات يعني. طيب احنا معانا تقرير لاسرتك. دي داليا على جهه اليمين ورندا على جهه الشمال. رندا ست البيت وداليا هي المسؤول المالي وعمليه اداره البيت ماليا. حلو. دول بقى الست بنات ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. دي يعني هات لنا كده من الاول خالص. بقى الشمال دي رندا ام لثلاث اطفال دلوقتي، محسن ومراد ومنير. نيفين ام سليم عايشه في فرنسا دلوقتي، جوزها الدكتور حاتم بيعمل في مجال الطب في فرنسا. ملك اخر العنقود ثانيه جامعه. داليا أم عز الدين. و
موظفة دلوقتي نورة، دي التوأم، التوأم روحي دلوقتي اللي عايشة معايا. أميرة اللي هي أول العنقود زي ما بيقولوا، وكانت دي على فكرة يعني أول حاجة قالتها وهي صغيرة، قالت تطه 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 شطه 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 ده حتى في الأكل بتلاقيه شطه. دي صورة الأسرة مع بعض الأحفاد، ودي أختي اللي على اليمين خالص، دي أختي دي كويتية مقيمة في الكويت. الست اللي في النص دي الست الفاضلة مرات أخويا، دي اللي اتحملت جزء من المسؤولية لما والدة البنات توفوا، فكانت يعني دي يعني ست فاضلة. يعني هنشوف في الأحفاد دول الواجب. محسن صالح جديد أول واحد تسمى محسن والله، واتولد في يوم ميلادي كمان يعني. آه. انت متخيل كده تشوف فيه كده متوسم انك يبقى لعيب كره كويس؟ لا هو عنده هوايات اخرى، فنان أخرى. فنان عنده عنده ناحيه فنيه كده. دي ملك على الشمال اخر نعود، ونورة ما شاء الله عليهم يعني. نورة عقليه متفتحه جدا، لغات، بتحب تقرا كتير، بتحب الثقافه ما شاء الله. طلع على ابوها. طلع على ابوها.